أهلا بيكم. هامر هو اسم الماركة عربية أمريكاني اتصنعت لخدمة القوات العسكرية الأمريكية، وده بيشرح قد إيه هي كانت عربية صلبة وقوية، اتصممت للطرق الوعرة والمهمات الصعبة في ساحات القتال والحرب. العربية دي موجودة في مصر بس مش منتشرة، تتعدى على الصوابع زي ما بيقول، ملفتة جدا في النظر. في أي وقت هتشوف الهامر هتحس إنك ممكن تطلع بيها جبل، مفيش أي حاجة هتقف قدامك. العربية عالية جدا وكاوتشها ضخم، ليها احترامها وأنت ماشي جنبها. ومن جوه أجمل ما فيها إن هي عربية عريضة جدا لدرجة إنك تحس إن اللي جنبك بعيد. ظهرت الهامر اتش 1 في فيلم رجل أبيض المتوسط مع الفنان القدير عزة أبو عوف والنجمان أحمد آدم ومجد الكدواني ونجمة شمية الخشاب، لما اتخطفوا في أحد الطرق الصحراوية وكان ليهم مغامرات كتير في طرق وعرة بالعربية الهامر الاتش 1. طبعا في أي فيلم أكشن أو الجيش الأمريكي بيحصل مناورات هتلاقي العربية الهامر، فظهرت في فيلم أندر سيتش 2 سنة 1995 بطولة النجم الأمريكي ستيفن سيجال الهامر الاتش 1، وكمان في فيلم ذا روك سنة 1992 وأفلام تانية كتير تخطت 90 فيلم كانت الهامر بطلة المناورات. بعد مواصفات الهامر الغريبة، التحكم في ضغط الهواء آليا من جوه العربية لمواجهة أي صعاب في الصحراء ما بين غرز ومدقات وصخور. العربية صممت بتنكين بنزين حجمهم كبير للحصول على أكبر مسافة في الصحراء، وده بسبب استهلاك بنزينها العالي جدا. كمان هي عربية مش سريعة، فسرعة الهامر H1 لا تتخطى 130 كيلومتر في الساعة، لكنها تتميز بعزم قوي جدا، وده بيحسسك بالقوة والسيطرة، عشان كده ليها عشاق كتير حول العالم. أغرب هامر هتشوفوه صناعة خصيصا للشيخ حمد النهيان بالإمارات، طولها 14 متر وعرضها 6 متر وارتفاعها 6 متر ونص. وعندنا في مصر النجم عمرو دياب أحد عربياته الهامر. النجم تامر حسني كمان يمتلك الهامر ضمن أسطول عربياته، والمغني اللبناني عاصي الحلاني أيضا يمتلك عربية هامر. وفي أمريكا بطل كمال الأجسام والممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر يمتلك الهامر H1، وفي الحقيقة هي لايقة عليه. العربية دي صنعت مخصوص عشانه، مش بس كده هو أول واحد ركبها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن طلب من شركة تنفيذ نسخة للاستخدام في الشارع خاصة بيه، واتكتب عليها ترمينيتر أحد أشهر أفلامه. ومن هنا زاع صيت هامر وابتدت تنتشر وتحقق نجاح كبير برغم أن تصنيعها ما بقالوش فترة طويلة. قصة طويلة، يا ترى إيه حكايتها؟ تعالوا بينا أحكي لكم. إبريل سنة 1982 قررت الإدارة الأمريكية الاستغناء عن العربية جيب، أحد أشهر عربياتهم اللي استخدمت في الحرب العالمية وحرب فيتنام. فتقدم ثلاث شركات لمناقصة لتصنيع عربيات بديلة للجيب، كرايسلر ديفندر وإي أم جنرال وتليدن كونتيننتل. فازت اي ام جنرال بالمناقصة، وتم توقيع عقد بين البنتاغون واي ام جنرال بقيمة بليون دولار لتصنيع اسطول عربيات قوية تصلح للجيش الامريكي بديلة عن الجيب اللي كانت اصغر حجما وموتورها اضعف، تشيلش اسلحة كتير وما كانتش مصفحة. وقد كان منتجة الهامر الاتش 1 اللي شفناها في حرب الخليج سنة 1990، واستمرت كعربية للجيش الامريكي لمدة 8 سنوات، الى ان طلب الممثل الامريكي ارنولد شوارزنيجر من شركة اي ام جنرال تصنيع الهامر خصيصا ليه، نسخة تصلح للقيادة في الشارع، بعد أن انبهر من أسطول عربيات عدى جنبه في أثناء تصوير فيلم كيندرغارتن كاب سنة 1990. وفعلا تم تصنيع نسخة خاصة بيه للشارع فيها كماليات زي التكييف والإيرباج، وأصبحت العربية دي منتشرة في شوارع أمريكا وامتلكها كتير من ممثلي هوليوود. ونزل منها بعد كده موديل تاني الهامر H2. اشترت جنرال موتورز حقوق بيع الهامر من شركة اي ام جنرال سنة 1999. 2005 انتجت جنرال موتورز الهامر الاتش 3 اللي كانت اصغر حجما وبموتور اقوى ورفاهية اكتر، بس النجاح ده ما استمرش كتير لما جنرال موتورز فشلت في بيع توكيل هامر لاحد الشركات الصينية فاشهرت افلاسها في 2010، وتم وقف انتاج الهامر حتى عام 2020. اعلنت جنرال موتورز عن موديل جديد للهامر الكهرباء والبيك اب اللي اتعرض في معرض سيما بلاس فيغاس 2021. العربية دي نزلت بثلاث مواتير بقوة 1000 حصان. قصة طويلة لواحدة من أكبر الشركات الأمريكية من نجاح إلى فشل ثم عودة لإثبات الوجود، ولكن ستظل الهامر هي العربية الأقوى في سلاح الجيش الأمريكي.